اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. فيديو جديد معانا النهارده ان شاء الله هعمل معاكم طريقه السبانخ. طبعا داخلين على الشتاء والاكلات دي بتبقى جميله في الشتاء، فانا معايا هنا سبانخ اللي كنت مفرزاها معاكم يعني بقى من السنه اللي فاتت. تمام، معايا زي ما هي كده، ومعايا كمان ربع كوبايه عدس بالشكل ده، ومعلقه ثوم صغيره، والخضره اللي انت بتحبيها بقى تحطي معاها شبت، كزبره، اللي انت بتحبيه. انا حاطه معاها ربطتين كزبره. تمام، ومعايا الطماطم اللي هعمل بيها، ودي كمان بصله مفرومه كده بالشكل ده حطيتها، وحطيت عليها معلقتين زيت. هنديلها تقلبتين كده، مش هنحمرها قوي. طبعا السبانخ بتبقى حاميه، ما فيش، مش عايزه يعني ان احنا نقلي قوي وحاجات من دي، فدبلناها بالشكل ده. وهننزل عليها كمان بمعلقة التوم، اهي معلقة توم صغيرة، يعني هي جاية نص معلقة توم كبيرة. هنديها برضو تقلبتين لحد ما ريحتها تطلع. انا بعملها بالطريقه ديتي، بتبقى جميله جدا، جربوها بجد هتعجبكم. انا بعمل جنبها رز، مش في قلبها رز يعني اللي بعمل في قلبها رز ده، لا انا ما جربتهاش قبل كده بالرز بصراحه، فجربوها بالطريقه دي هتعجبكم. يعني اللي بعملها من ساده خالص، طبعا بتتعمل باللحمه بس انا عامله جنبها فراخ، فمش حاطه فيها حاجه خالص. تمام، غير شويه عدس والخضرة بتاعتها كده. قلبنا البصل لحد ما دبلت، هننزل بقى بالسبانخ بتاعتنا. انا بحب اديها كل حاجة تشويحة كده في الاول، وبعد كده بنزل بالطماطم. اهي السبانخ طبعا انا مفكتهاش، مطلعها زي ما هي. تضغطي بس، مجرد ما تضغطي بالمعلقة هي بتتفكك لوحدها. حطيتهم كده كنوكسين، حطيتهم وهنزل عليهم، مديهم تقليبة مع البصلة والثوم، وبعد كده هنزل بالخضرة اللي معايا. انا ما بحبش احط فيها شبت يا جماعة، بحط فيها كزبرة خضرة بس، بتديها طعم حلو. الشتا دخل بقى وبيحب الأكلات اللي هي المسبكة والحاجات دي، والشوربة كتير، حاجات تدفي بقى. هنزل كمان بالعدس، حاجة مش كتير يعني، حوالي 4 معالق عدس او ربع كوباية. غسلتهم وصفتهم، وبعد كده حطيتهم عليها، هديهم برضو تقلبتين معاها. هننزل بقى بالتوابل بتاعتنا. طبعا ما بعملهاش، ما بقدحلهاش توم في الاخر، هو كده خلاص يعني، حطيت لها توم في الاول علشان اللي بتحط توم في الاخر طبعا بتعمل لهلبة، وهي فيها حديد بتبقى حامية كده. انا رشيت شوية سكر، معلقة سكر طبعا عشان الحموضة اللي بتبقى في السبانخ، وده شوية فلفل صغيرين. وشوية كمون. هنا حطيت الملح. هنقلبها بقى، وبعد كده نسيبها تغلي شوية.
وحط لها الطماطم. لا اله الا الله، ممكن تكون الصحنة. غطي عليها بس تغلي غلوتين، واقوم نازله بعد كده عليها بالطماطم اهي. يا دوب تبدأ تنزل ميتها كده، حط عليها الطماطم ونسيبها بقى كده خلصت، يعني نسيبها بقى تستوي براحتها، وبعد كده هنوريها لكم ان شاء الله يبقى شكلها ازاي. نغطي عليها ونسيبها. هنا كده طبق السبانخ بعد ما خلص بالشكل ده كده، عايزه اقول لكم ريحته وطعمه ولا بتعمل حموضه ولا اي حاجه من دي ولا لهلبه، يعني حاجه كده ما شاء الله. يا رب نكون خف دايما عليكم ونشوفكم على خير، وسلام عليكم.